أعلنت مؤسسة حياة كريمة إطلاق مبادرة يدوم الفرح لتجهيز اليتيمات، حيث قامت المؤسسة بتجهيز 50 عروسا من المقبلات على الزواج من أبناء محافظة السويس. قامت المبادرة بتوزيع الأجهزة الكهربائية اللازمة للفتيات وسط فرحة كبيرة من أهالي العرائس. فعاليات متنوعة وخطوات مستمرة لمؤسسة حياة كريمة بهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، حيث نظمت المؤسسة بالتعاون مع مشروع مودة ندوة تثقيفية توعوية لخمسين فتاة من المقبلات على الزواج بمحافظة السويس لتأهيلهن وإعدادهن لبدء حياة زوجية ناجحة وبناء شراكة تقوم على الاحترام والمسؤولية، وتوعيتهن بالشروط الواجب توافرها لبدء أولى خطوات الحياة الزوجية. هدفنا الأساسي هو تأهيل المقبلين على الزواج من خلال بقى مجموعة من التدريبات اللي بنقدمها. التدريب بيحتوي على مجموعة من المعلومات والمهارات اللي بتقول لنا ازاي نقدر نعيش حياتنا بشكل إيجابي بقى على مستوى من البداية خالص، يعني ايه زواج، ازاي نقدر نختار شريك حياتنا بناء على معايير واضحة ومحددة. عندنا بروجرام كده عاملينه للعرايس بتوعنا، انه اول يوم بدأنا معاهم بفطار كده، فطرنا معاهم، ودلوقتي بياخدوا ندوة عن الزواج وإيه هي الترتيبات ليه، إن مش كل حاجة بس إنه هنجيب الغسالة بالشكل الفلاني والتلاجة وهكذا، لا المفروض ندرس بعض كويس جدا عشان مثلا نقلل الخطر اللي ممكن يحصل طلاق أو انفصال فيما بعد. لم يقتصر الدور على تقديم الجانب التوعوي فقط، بل يمتد ليشمل الجانب المادي، حيث نظمت حياة كريمة احتفالية لمبادرة يدوم الفرح لتسليم أجهزة كهربائية للخمسين فتاة المقبلات على الزواج في القرى الأكثر فقرا لإدخال الفرحة والسرور عليهن. المبادرة شملت 50 فتاة من أبناء السويس، كل فتاة إن شاء الله النهاردة هتستلم 4 أجهزة كهربية. الأجهزة هي عبارة عن تلاجة 14 قدم وبوتاجاز وغسالة وشاشة 32 بوصة. تم اختيار الفتيات النهاردة على نطاق محافظة السويس كلها من جميع الأحياء في محافظة السويس وجميع الأماكن. تم عمل أبحاث دقيقة جدا للحالات المستهدفة. دي مش جديدة على مؤسسة حياة كريمة، من الحاجات اللي احنا بنشوفها واللي بتقدمها لجميع المحافظات. يعني محافظة السويس تعد هي عاشر محافظة يتم تنفيذ مبادرة يدوم الفرح فيها، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتخفيف عن كاهل المواطنين والقضاء على الفقر ورفع مستوى معيشة المواطنين.